لأن شنو؟ شنو لان شنو؟ لأنك انت بتقول انا ما عندي سيارة حبيبي، بايع اي سيارتي اي ليش؟ هو شوفي، لان ساعات في ناس حسب بالهم انه تباهي، انه هذيلا مسر. لا لا، ترى على فكره وسبه المشروع اللي انت تدرين عنه اللي ما به اي بطاريه ان شاء الله. الحين ان شاء الله باذن الله. ترى محمد باع السياره الوانيت الاسود، لان الناس حسب بالهم انه السوداء والسيلفر. لا لا، باع عشان الناس. ها، بعت وحده عشان الناس؟ لا، بعت عشان اكمل شغلنا، عشان اكمل شغلي. قاعد اقول شغل المشروع اللي انت تدرين عنه. فهي مسكينه حبيبتي، فمن باب ان ريلي قاعد يسوي كل شيء عشاني، لدرجه انه باع حتى الهديه اللي انا مقدمتها له. يعني شيء بسيط، ان انا الله وفقني بثلاث اعمال واقوم ارد له اياها، ترى بس ما في اي موضوع. وبعدين طلب من الوكاله، لان المره الاولى صار في وايد كلام وفيديو، فكانوا حابين نفس الطريقه، فقالوا ممكن ما فيها اي مشكله. قلت لهم بالعكس، انا جمهوري او مثلا فانزاتي حابين يشوفون هذا السبرايسات، اسويها، ليش ما اسويها عادي. فالناس تحب الفبركه، عرفتوا؟ وفي ناس